ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما كويسين وفي خير وفي سعادة وفي سلام. النهارده هتكلم معاكم عن اكتر العطور او اكثر العطور غواية، اكثر العطور اللي مرت على انفي بشكل شخصي الحقيقة، اكثرهم يعني اكثرهم جمالا، من حيث ان انا بعتبر انه هكذا ممكن ان يكون الرجل اذا اراد ان يكون شخص جذاب جدا. العطور اللي هتكلم عنهم النهارده عطورين مهمين جدا، فرجاء تابعني بتركيز. لو اول مره تتفرج عليا اعمل سبسكرايب يعني اشتراك، وفعل الجرس اللي جنبه علشان اليوتيوب يجيب لك كل جديد انا بنزله. ولو انت متعود تتفرج عليا فانا يشرفني جدا، لانه انتوا النخبه اللي دايما بكرر وبقول الكعب العالي بتوع اي جمهور على كوكب الارض، انتوا الكعب العالي، من يتذوق بانفه قادر على ان يتذوق بكل حواسه. اول عطر النهارده هتكلم عنه هو عطر يعني حدوته، يعني لانوي دلوم من اف سان لوران. طب هو واضح كده، لانوي دلوم من اف سان لوران. اف سان لوران دار ازياء فرنسيه معروفه، بيت ازياء في عطور جدا حلوه. لانوير دي لوم اللي هو لانوير رجل او ليله الرجل. الفلانكرات بتاعت لانوير دي لوم كتير قوي، في لانوير دي لوم انتنس ومش يعني فيهم حاجات كتير قوي في لوم، انما يعني اجمل فلانكر فيهم او اجمل اصدار فيهم هو الاصدار الاول للمجموعه دي، وهو لانوير دي لوم اف سان لوران. زي ما قلت العطر ده كان في حد في اخر فيديو كتب لي كومنت انا بحييه جدا، وكان هو من المتابعين الكرام، وكتب لي قال لي هو انت يا احمد لانوير دي لوم فين في حياتك؟ فانا كنت حريص جدا ان انا اتكلم عن لانوير دي لوم، مع اني ما كنتش هتكلم عن لانوير دي لوم، بس قلت لازم اعمل الفيديو ده. لانوير دي لوم اللي انا بتكلم عنه ده باتش 2010، ركز جدا معايا لانه كثر الحديث عن هذا العطر، وكل فترة يعني يطلع هذا العطر مرة أخرى. نشمه مع بعض كده علشان نستمتع. وعلى إيدي برضو، أنا بحبه جدا العطر ده. العطر ده كان عندي منه 60 ملي أول ما نزل. هو نزل سنة 2009، إف سان لوران أصدرته كعطر رجولي وذكوري. العطر البداية الأولى بتاعته، لو بنتكلم على الإصدار القديم اللي هو 2010 2009 2011، بنتكلم عن بداية قوية جدا من الهيل أو الحبهان الممزوج، امتزاج محترف، امتزاج محترف. شابوه إف سان لوران. أنا بعتبر إنه العطر ده من العطور اللي عملت هي الأخرى ثورة في عالم العطور، لأنه حول شكل العطور من حاجة لحاجة، خصوصا أنه هنا بيستخدم نوتة، وهي نوتة قديمة جدا وكانت بتستخدم في العطور الكلاسيكية القديمة، وهي نوتة اللافندر. فأنت عشان تستخدم، أو الخزامة يعني، عشان تستخدم نوتة اللافندر دي حديثا استخدمت مثلا في عطر زي بلودي شانيل وهمي، لكن خلينا نقول أن ده كان قبل بلودي شانيل، ده سنة 2009. رائحة إغراء وفتنة وغواية من الآخر. يعني العطر دوت له ثلاث مشاكل مهمين قوي. المشكلة الأولانية إنه اتعمل له إعادة صياغة، فبقت الباتشات الحديثة بتاعته الريحة بتاعتها أخف بكتير من الريحة القديمة، أصبحت الأداء خفيف جدا، وهو أصلا صاحب أداء، هو أداؤه في القديم حلو بس ما هوش بيست مود، يعني هو ما تنتظرش منه إنه يديك أداء واو، هو مش أداء واو، هو عطر في النهاية حميمي، عطر جميل، أداؤه حلو في الباتش اللي معايا، يعني الباتش ده يديني 8 ساعات حلوين جدا، يديني فواحان ساعتين لثلاث ساعات لو أنا متعطر بيه من 8 ل 10 رشات ل 12 رشة ابتداء كامل، بنتكلم فيه يقعد معاك شويه حلوين. بس لو انت بتتكلم على الباتشات الحديثه، لا، الباتشات الحديثه ضعيفه الاداء جدا، بالكتير قوي هتقعد معاك ساعه ساعتين ثلاث ساعات بالكتير. طيب نعمل ايه؟ بص، لو معرفتش تحصل النسخه القديمه دي ما تشتريش العطر ده، كويس؟ لو انت ريتش مان بقى ومعاك فلوس والموضوع ده مش فارق معاك، يعني انك انت تقتني عطور كتير، مهم يعني جمال الرائحه، فطبعا طبعا تشتريه فورا. ليه؟ لانه دوت انا بعتبره انه عطر المواعده الاول، يعني عارف ايه؟ لو بنتكلم عن شاب كلاسيكي يرتدي بدله كلاسيكيه شيك قوي بجرافات او مفتوحه، انا بشوف ان ده عبقري وهمي. هنا انت بتشم خشاب عطريه، طبعا بدايه من الحبهان اللافندر،
خشاب عطريه يعني لمحه خشبيه اقصد، وبعدين بتشم بقى شويه بقى اللي هي حبكه الصنعه دي، اذا كنت انت بقى تاخد بالك منها او لا، بس هم حاطين لك دفقه من الكمون، حاطين حته كده من الكمون عبقريه. انت هنا بتشم عطر الحقيقه انه من اجمل العطور اللي مرت عليا في حياتي، وثابت علامه العطر ده. كان عندي منه زي ما قلت 60 مللي، وللاسف بعته، ما كنتش اعرف ان هم يعملوا اعاده صياغه للعطر ده، واحتفظت بيه، وبعدين اشتريت الزجاجه دي حديثا، وسعيد قوي ان انا عرفت اجيب الباتش القديم، لانه بيبقى احيانا عند محبين العطور بيبقوا محتفظين بزجاجه واثنين وثلاثه، واحتمال بيبيعوا واحده او كده، فانا عرفت اشتري منه ده. لو عايز تجربه تواصل معايا من خلال جروب احمد سمير فلسفه عطر، اسيب لك اللينك بتاعه في وصف الفيديو، كلمني على الاكونت الشخصي بتاعي وتجربه. عطر بصراحة من أجمل العطور بتاعت المواعدة. رايح تقابل حد، عندك حفلة زفاف وهتتجوز، هتخطب، هتروح تقابل خطيبتك، زوجتك، علاقات الحميمة الخاصة جدا، فتنة وإغراء وحاجة مش طبيعية، وانصح بيه وبشدة، تبعا للشروط اللي أنا وضحتها طبعا. العطر التاني، وهو لا يقل وهميا عن هذا العطر، بل جماله بقى انه العطر ده فيه حاجات مختلفة وجديدة، وانا بعتبره من اجمل العطور الشتوية اللي ممكن تخلي اي حد يشمه عليك يلف حوالين نفسه. يعني حاجة بصراحة يعني عبقرية، يعني عبقرية. العطر التاني وهو من دمارلي الدار النيشية هيرد. زي ما انتم عارفين دمارلي دار نيشية بتنتج مجموعة من العطور المحترمة جدا. خلينا نقول ان كان عندها الليتون، كان عندها الليتون اكسكلوسيف، دي من العطور الحلوة قوي كمان عندها. والعطر ده، طيب العطر ده خرافي خرافي، هو مصنف عند بعض مقيمين العطور انه الافضل على الاطلاق. يعني في مرة مقيم صديق لينا وحبيبي يعني كان بيقول انا لو خيروني ان انا يعني احتفظ بعطر مدى الحياه هحتفظ بالعطر ده. العطر ده حقيقي هو عنده حق، وعنده حق جدا ينبهر. انت هنا في العطر ده، وبالمناسبه انا كنت مرتدين النهارده العطر ده على اللبس اللي انتم شايفينه ده النهارده، يعني ما يزال طبعا في مساءات بارده، يعني احنا لسه ما دخلناش رمضان، اتمنى يا رب ان الجو في رمضان يبقى جميل وما نعانيش من الحر. يعني النهارده وامبارح واول والايام اللي جايه واضح ان هي هتبقى برد شويتين، فارجوكم ما تخففوش لبسكم. هيرود من دمارلي، هيرود من دمارلي هو عطر حار سبايسي، بيعتمد على التوابل اللي بيتوسطها التبغ، من اجمل عطور التبغ اللي مرت على انفي. بص لو بنتكلم على توباكو فينيل وهو بيتكلم على نوتة التبغ، فانت بتتكلم على الوقار، بتتكلم على الكلاسيكية، انما لو بتتكلم على هيرود فانت بتتكلم عن الاغواء، بتتكلم عن الغواية، بتتكلم عن الفتنة، بتتكلم عن الاغراء. طبعا هو انا مش بقول ان الناس تمشي تغري الناس يعني، لكن انا بقول انه المحبين المتزوجين اللقاءات اللي من النوع دوت جدا جدا ده هيفرق فيها. ليه؟ لانه اولا هو في نوتة التبغ فذكوري، لكن مع نوتة التبغ تشم في بداية العطر السنمون او قرفة، وبعد القرفة دي بتشم مجموعة توابل حارة فيها بقى التبغ اللي انا بكلمك عنه. التبغ ده رهيب رهيب رهيب، مش التبغ اللي موجود في توباكو فينيل، مش التبغ اللي موجود في مانسيرا للتوباكو، لا هنا تبغ مختلف حلو، سويتنس مع حته جاده، وهي او نوته جاده مدياله جديه كده، وهي نوته السبايس. خلينا كمان نقول انه في زيت انا كنت اتكلمت عنه الفيديو اللي فات فيه من عطور اندي تاور، وهو زيت سيبيريال اللي هو مشتق من الاخشاب الخضراء، الاخشاب البنيه القديمه اللي بتدي ريحه العشب والحاجات دي يعني. فده ذكوري للغايه، غوائي من الدرجه الاولى، من اجمل العطور اللي مرت على انفي. في كذا مشكله برضه هو كمان. المشكله الاولانيه هو انه اتعمل له اعاده صياغه. الباتش اللي معايا ده باتش قديم جدا وثباته وفوحانه قوي، لكن الباتشات الحديثه برضو باتش ثباتها وفوحانها مش قوي، لكن ما تزال الرائحه وهميه.
لكن الحاجات القديمه دي بصراحه فيها لذعه كده في البدايه حلوه قوي قوي قوي. فلو انت مهتم جدا بالرائحه فقط وفقط اشتريه وانت مغمض. لو انت مش مهتم بالرائحه ومهتم بالاداء، يعني الاداء او البرفورمانس جزء لا يتجزأ من اهميه العطر بالنسبه لك، فلا انصحك انك تشتريه، لكن انصحك انك تجربه، انصحك انك تشمه، لازم تشمه. عطر من اجمل العطور اللي انا بشوف برضو ان هي عملت حركه مهمه جدا في عالم العطور. عطر جميل للغايه، بتشم فيه اللي انا قلته لك، بهارات او مش بهارات سوري، يعني توابل، عطر تابلي حار مع نوتة التبغ بتتوسطه مع لزعان كده مع القرفة في البداية، حدوتة وإغراء. الباتش القديم دوت بيقعد معايا ثبات على الإيد 8 ساعات، بيقعد على الهدوم فترة طويلة ولحد مثلا 10 ساعات ولا حاجة، والفوحان بتاعه بيقعد ساعتين كويس جدا لو أنا مرتدي ارتداء كامل، وفوحانه جميل وأنا سائمي وجميل. يعني طبعا كاب زي ما انتم شايفين قيم قوي، ده منظر الزجاجة، حاجة في منتهى الجمال والإغواء. ده كان العطور بتاعتنا النهاردة، عطور اللي أنا بسميها عطور الوقاحة والغواية، يعني حاجة في منتهى الجمال زي ما انتوا شايفين كده. أنا يسعدني إن كنتوا تنضموا لجروب أحمد سمير فلسفة عطر، آسف لو كنت طولت عليكم، بس قد إيه أنا ببقى سعيد وأنا بتكلم معاكم أو بشارك أحبابي موهبتي، مش موهبتي يا ربي، يعني شغفي، حبي لاقتناء العطور والكلام عنها وتجربتها وان انا انقل تجربتي ليكم. هسيب لكم لينك الجروب بتاعي احمد سمير فلسفه عطر، هيسعدني ان كنتوا تدخلوا على الجروب وتتواصلوا مع بعض ونبقى مجتمع عطري جيد وجميل. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان الكريم، ارجوكم دعموني بالشير باللايك، دعموني بالكومنتات، وانا مفيش كومنت مش بسيبه ومش برد عليه، لا برد على كل الكومنتات، لكن هيهمني قوي انك تدعمني بالشير وباللايك والسبسكرايب لو انت ما عملتش، وبالمتابعه لو انت مش بتتابعني، ويشرفني جدا تتابعني. طيب الله صباحكم ومساءكم، دمتم في خير وعلى خير. السلام عليكم يا نخبة.